CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا ماري مرقس في الإصحاح الرابع من عدد 35 لعدد 41، وده إنجيل يوم الأربعاء من الأسبوع الرابع في الصوم المقدس، يعني إنجيل قداس النهاردة. قال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع القادم إذا أراد الله وعشنا، في يوم الثلاثاء تحل الذكرى الثالثة لنياحة مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث. وزي ما احتفلنا بتذكار نياحة البابا كيرلس في هذا الأسبوع يكون أيضا، وتذكارات الوفاء للأباء الذين انتقلوا، وتذكارات الخاصة بالبابا شنودة اللي خدم الكنيسة وخدم الوطن خلال 50 عام، نصف قرن من الزمان، وتعب كثيرا وبذل مجهودات عديدة، وسلمنا كنيسة قوية قادرة وكنيسة نامية ومزدهرة. ولذلك نحن نذكره بكل خير، ونشعر أن روحه ترافقنا وتظلل علينا وترشدنا وتعيننا في طريق المسؤولية، مسؤولية الكنيسة في مصر وفي خارج مصر. كمان يوم الخميس الجاي اللي هو زي بكرة عيد الصليب، كل سنة وانتم طيبين، هيبقى في عشية هنا تبتدي في حدود الساعة 6، وكلمة التأمل في حدود الساعة 7 إذا أراد ربنا وعشنا. وطبعا يوم عيد الصليب بنصلي القداس بدري، لأن يوم ما يبقاش فيه الصوم الانقطاعي. كل سنة وحضراتكم بخير. قداس الثلاث هنصلي في الدير الساعة 7 صباحا. الفقرة الإنجيلية التي قرأناها، وزي ما احنا واخدين سلسلة تأمل في أناجيل قداسات الصوم، وكلها فيها أسئلة موجهة للإنسان، وكأن الإنسان فينا بيقضي
سنوات عمره في الصوم مع أسئلة الله. هو يسألك، والسؤال يقيم طريقك ومسيرتك الروحية. في المعجزة بتاعت النهاردة، وهي معجزة إسكات البحر والأمواج والنوء والريح العظيم، كان السؤال اللي قاله ربنا يسوع المسيح لكلنا، كلنا: ما بالكم خائفين؟ كيف لا إيمان لكم؟ وده سؤال واضح وصريح. المعجزة دي تمت في شمال فلسطين في بحيرة لها ثلاث أسماء في الكتاب المقدس، تسمى بحيرة طبرية نسبة لتيباريوس قيصر، وتسمى بحر الجليل لأنها واقعة في إقليم الجليل، وتسمى أيضا بحيرة جنيسارت. جنيسارت، جني يعني جنينة أو جنة، وسارت يعني السرور، فجنة السرور يعني حديقة كده زي الحدائق المشهورة بصفة عامة، منطقة فيها خضرة كتير. وتمت فيها المعجزة، والمعجزة دهيت مذكورة في البشائر متى ومرقس ولوقا، لكن القديس ماري مرقس أضاف إضافة صغيرة أن السيد المسيح لما دخل السفينة ونزل ونام، يقول لنا الكتاب نام على وسادة، فهو الوحيد اللي انفرد بالتفصيلة دهي. بيعدوا البحيرة والمسيح ركب وياهم ركب عادي، ما فكروش في استغلال هذه المناسبة، راح ينام راح ينام. لكن لما حدث النوء والرياح الكبيرة وهياج البحر، وكان في تقليد يهودي زمان يقولون أن الشيطان يسكن في مياه البحر، واللي بيعمل الأمواج فكر يعني يهودي قديم، ممكن يكون زي ما بيسمي الشيطان في الكتاب يسميه رئيس سلطان الهواء، فده كان فكر موجود. لكن البحر لما ابتدى يهيج خلاص شعره بالغرق، يقولك السفينة صارت تمتلئ مية، هتغرق. وطبعا كلنا متخيلين ان كانت السفن بدائية، وابتدوا يشعروا مشاعر الخوف، وعند الخوف عايز أقف قليلا. مشكلة الإنسان، أو من أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان، مشكلة الخوف. والخوف أحيانا ياخد الصورة الطبيعية عند الإنسان، زي مثلا واحد رايح يمتحن بيبقى خايف شوي، شيء طبيعي. أو واحد مثلا جسمه حساس لنزلات البرد، فلما يبقى في مكان دافي أو مكان بارد ياخد باله، لأنه ممكن يصاب بأنفلونزا أو ببرد. وفي واحد بيبقى خايف من المستقبل، بس خايف وهو مطمن، لكن في واحد يبقى مضطرب من ناحية المستقبل. وفي واحد خايف الخوف اللي بياخد الشكل المرضي اللي بيسموه أحيانا الفوبيا، واحد خايف من الأماكن العالية، واحد خايف من الأماكن المتسعة، واحد خايف من المية، وهكذا. يعني ما هوش درس عن الخوف، لكن المهم أن الخوف يلازم ويصاحب حياة الإنسان. دول خافوا من الموت في السفينة، والخوف يتحول إلى قلق، ويتحول إلى اضطراب، ويتحول إن الجسم يفرز هرمونات، وممكن الخوف ده يوصل إلى إنسان يقول لك فلان مات من الخوف. ممكن الخوف
يشتد جدا يوصل بالإنسان إن قلبه يقف. ولكن هؤلاء التلاميذ وهم في السفينة نسوا إن المسيح وياهم، وكانت النتيجة أنهم راحوا له بفزع، يقول لنا الكتاب فأيقظوا المعلم فجأة وقالوا له أما يهمك أننا نهلك؟ خدوا بالكم المسيح وياهم في السفينة، المسيح ممكن يكون في حياتك موجود، في كنيستك موجود، في بيتك موجود. أما يهمك أننا نهلك؟ المسيح ما ردش عليهم، لكن يقول لنا قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، سكنت الريح وصار هدوء عظيم. وبعدين ابتدى يكلمهم ما بالكم خائفين، بقى انا وياك وانت خايف، ما بالكم خائفين، كيف لا ايمان لكم؟ وفين ايمان؟ ده يقودنا أن الإيمان طاقة تفوق العقل، تفوق مدركات العقل. يقول لك الإيمان فوق الرأس كده، أعلى من عقلي يعني. والإيمان يعني أن الإنسان يستحضر الله دائما ويرى الله في كل شيء، في كل شخص، في كل موضع. هو ده معناه الإيمان. وطبعا مهما شرحت بكلام مش هقدر ألم بمفهوم وإحساس الإيمان. لكن غياب الإيمان يتولد الخوف، ومن الخوف يأتي القلق، ومن القلق يأتي الشك، والشك ضد الإيمان. عشان كده مهم قوي أن يكون عندك آيات حافظها تذكرك بموضوع الإيمان. فمثلا من الآيات اللي معظمنا حافظها غير المستطاع عند الناس، مستطاع عند الله. اوعى تظنوا ان دي كلمات بمجرد كلمات جميلة كده او بلاغة او حاجة، لا ده واقع. غير المستطاع عند الناس، لان مهما كان البشر لهم قدرة محدودة، مستطاع عند الله القادر على كل شيء. وإحنا في مصر هنا عندنا آية مجربة ومحفورة في التاريخ، إن كان لكم إيمان. طبعا كلنا عارفين حبة الخردل دي صغيرة جدا، كان لكم إيمان مثل حبة الخردل، تقولوا الجبل ده يتنقل، يتنقل، وقد كان. فهذه الآية مجربة في الواقع، وتاريخها محفور في القرن العاشر الميلادي، ومسجلة في الكنيسة من خلال أيام الصوم الثلاثة اللي مضافة على صوم الميلاد. احنا بنصوم 43 يوم، منهم 3 أيام بنتذكر معجزة نقل جبل المقطم في أيام البابا رقم 62 إبراهام ابن زرع. هو ده الإيمان؟ الإيمان. عشان كده تعال أخذ وياك كده بعض الملاحظات عن حياة الإيمان. المسيح يسألك في هذا اليوم كيف لا إيمان لك؟ ليه عايش دايما متوتر؟ ليه عايش دايما خايف من بكرة؟ ليه دايما قدامك علامات استفهام؟ هو أنت ما عندكش الثقة القوية في يد الله اللي بيقود هذه المسكونة؟ هو أنت مش بتخاطب الله دائما وتقول فلنشكر صانع الخيرات؟ ومش تخاطب الله دائما وبنقول له أنت ضابط الكل؟ هو ضابط الكل يعني إيه؟ يعني أنت ضابط الحياة المرئية وغير المرئية. طب أنتوا اللي راكبين السفينة ما أنتش عارف أن البحر
البحر والريح والمية في يد الله، والسفينة وركبها واللي شايلاه السفينة في يد الله. عشان كده أحب أحط قدامك بعض المبادئ اللي بتخلينا نعيش دائما في حياة الإيمان، ونسمع السؤال كيف لا إيمان لكم؟ نقول له لا يا رب، عندنا هذا الإيمان القوي. أول حاجة ألفت نظرك فيها إن إحنا في كل قداس يقف الكاهن ويصرخ أمام الشعب ويقول أين هي قلوبكم؟ نرد على الكاهن ونقول هي عند الرب. وده تعبير الإيمان، تعبير الإيمان الجميل. فين قلبك؟ عند ربنا. أنا حطه عند ربنا، أنا حطه في إيد الله، هو اللي بيقود حياتي. أن قلوبنا، ولاحظوا أنه بيكلمنا بصيغة جماعية الكاهن في هذا النداء، أين هي قلوبكم؟ هي عند الرب. نشكر الرب على هذا. دي مش مجرد طقوس أو مجرد كلمات صلوات، لكن دي حقائق بنعيشها. فين قلبك؟ وفي كل مرة بتحضر قداس أنت بتؤكد على هذه الحقيقة، أن قلبك في يد الله، قلبك في إيد ربنا مش في حاجة تانية. بس يا ترى أنت فعلا حاطت قلبك في يد الله؟ التاريخ بيعلمنا في زمن البابا أثناسيوس الرسولي القصة المشهورة عنه، عندما تعرض وتعرض الإيمان المسيحي إلى هجمة وهرطقة أريوس، وصار العالم يكاد أن يكون أريوسيا، وابتدى هذه البدعة تنتشر كانتشار الوباء، يقف أثناسيوس الرسولي ويقول وأنا ضد العالم. منين جبت القوة دي غير أن شعوره الداخلي أن قلبه في يد الله؟ طب تقول لي بس الحياة فيها متاعب وفيها ضعفات وفيها سقطات. أقول لك ما سبق الآباء أنهم اختبروا كده. ده اسمع داود النبي وقف في يوم من الأيام وقال لربنا إلى متى يا رب تنساني؟ إلى الانقضاء؟ إلى متى تصرف وجهك عني؟ وداود ده اللي كان قلبه يعني حسب قلب الله. اعرف أنه لا يوجد سلام إلا في شخص السيد المسيح، من خلال إيمانك اللي أنت بتقدر تحطه في قلبك في قلبك وتضعه في يد الله. إيه المعنى اللي في المثل ده، اللي في المعجزة دي؟ العاصفة أو البحر أو الأمواج قد تعني المعاني التالية. العاصفة مزعجة ومقلقة وتخوف، بالضبط زي الأخبار المزعجة. تبادل الأخبار المزعجة يضعف إيمان الإنسان، احترس من كده. أيضا الأحداث المزعجة، الكلام فيها وحكاياتها ونقلها بين واحد والتاني يضعف الإيمان. أيضا المواقع المزعجة، في بقى شبكة النت وغير النت، المواقع المزعجة تضعف إيمان الإنسان. كمان يوجد طائفة من البشر بنسميهم كده الأشخاص المزعجة. في شخص لا يعرف في حديثه غير الأمور المقلقة، فهو ناقل للقلق وناقل للخوف. الأشخاص اللي زي كده تجنبهم. لما تقعد وياه ملوش حديث ولا حوار ولا كلام غير في حاجات متعبة للغاية. هو ما يعرفش،
هو ما يعرفش غير إنه يقول الحاجات الغريبة، الحاجات الشاذة والحاجات المتعبة والحاجات المقلقة، وعايز يبان إنه يعرف حاجة الآخرون ما يعرفوهاش. العاصفة دائماً في الخارج، ولكن العواصف زي ما بنعرف تهدى كده شوية بشوية. أما شخص المسيح فأمر البحر مباشرة، زي بالضبط ما قابل المريض المطروح اللي بقاله 38 سنة، قال له قوم احمل سريرك وامشي. وللوقت بحسب تعبير الإنجيل، وللوقت قام في الحال، وللوقت سكن البحر. ابعد عن الأمور المزعجة، تجنبها، سواء كانت أخبار أو أحداث أو مواقع أو أشخاص ينقلون لك هذا الإزعاج. ولذلك الناس اللي بيدرسوا علوم الاجتماع لاحظوا أن مع انتشار الميديا وانتشار الإذاعات والقنوات وانتشار وسائل الاتصال بصفة عامة، قل الإيمان وضعف الإيمان وانصرف الإنسان عن الله، فصار ضعيفاً وصار عايش في حالة قلق باستمرار، وازدحمت العيادات النفسية بالمرضى النفسانيين واللي بيصابوا بكل الأعراض والاضطرابات النفسية. أمر آخر، أحبك تتدرب على الثقة في الله ووعود الله، ولذلك إنجيلك هو أقوى مصدر لتقوية إيمانك. طول ما أنت بعيد عن الإنجيل، بعيد عن الحياة جوا الإنجيل، مش القراية المتواترة، لا، بعيد عن الحياة جوا الإنجيل، هتلاقي إيمانك مش تمام. لكن مثلا تذكر وياه كده في يوم من الأيام الله وعد آدم وحواء بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وعد وتحقق الوعد. وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. مثلا تذكر وياي وعد الله لإبراهيم أبو الآباء بالنسل، والقصة الجميلة بتاعت إبراهيم وسارة، وسارة اللي ما كانتش مصدقة قوي، ولما ضحكت سموا الابن القادم إسحاق، معناها ضحك أو باسم. تذكر معايا إليصابات وإبراهيم وزكريا، إليصابات أو زكريا وإليصابات بنفس القدر، وعد وتحقق الوعد. طب إيه رأيك في الليلة اللي قضاها التلاميذ أو اللي صاروا تلاميذ فيما بعد وبيحاولوا يصطادوا السمك، وقد كانت الليلة فاشلة، ويجي المسيح يقول لهم حطوا الشبكة وارميها، فيرد عليه بطرس ويقول له عبارة غريبة قوي، يقول له قد تعبنا الليل كله، تعبنا الليل لأنه بدونك، ولكن على كلمتك، كلمة الوعد أو كلمة الحضور، تكون النتيجة على كلمتك نلقي الشبكة، وتكون النتيجة تمتلئ سفينتين بصيد وفير، ويكون النتيجة أن الشبك يتقطع أو قرب يتقطع، والسفن قربت تغرق من كتر الخير اللي ربنا بعته. هو السمك ده كان فين طول الليل؟ فالإيمان يحصل لك بركات. الإيمان بس مش يحميك من الخوف، أو الإيمان في قصص حصلت ويا ناس وخلاص، لا، الإيمان يمنحك بركات أيضا في حياتك. في وقت المجاعة، في أيام إيليا النبي، ده في مجاعة في الأرض، مفيش أكل، ولكن
ثقة فالله الذي يرسل إليه امرأة صرفت صيدة وتكون سبب لبقائه حيا بأكل بسيط خالص وبحاجة قليلة جدا. واحد واثق في الله. طب ايه رأيك في النساك والبراري اللي عاشوا في الجبال والمغاير وشقوق الأرض، وما نسميه السياحة الروحية، اللي عاشوا في السياحة الروحية، كان ايه اللي بيقويهم وايه اللي بيسندهم؟ إيمانهم خالص. في نياحة القديس أنبا بولا ويقف أنبا أنطونيوس يعمل إيه؟ يدفنوا إزاي؟ وإزاي الله يدبر أسدين وييجوا يحفروا في الصخر؟ هو صاحب التدبير. عشان كده درب نفسك على تقوية الثقة بالله في مواعيده وفي وعوده. اقرأ في القصص دي كتير، في الإنجيل، في الكتاب المقدس، في الأسفار بصفة عامة، واعرف كيف يقود الله العالم وكيف يسوسه. ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ ما زال السؤال يتردد. الله يدير العالم ويضبط العالم ويسوس العالم. طب ايه رأيك في الشهداء؟ الشهداء عبر التاريخ الطويل ماذا كان يأتي بهم في ثبات أمام اللي بيضطهدوهم؟ غير عندهم طاقة إيمان، وطاقة الإيمان ده هي طاقة إيمان حقيقية. واستهانوا بحياة الأرض، ويمكن زي ما بيعلمنا القديس بولس الرسول في رسالة روميا، من سيفصلنا عن المسيح؟ من سيفصلنا؟ الإيمان. ما زال هذا السؤال، كيف لا إيمان لكم؟ بقى أنت يا ابن القرن 21 اللي وراك أجيال سلمتك هذا الإيمان، من ساعة ما القديس ماري مرقس دخل مصر وقدم بذرة الإيمان فصارت شجرة وارفة، كيف لا إيمان لكم؟ اوعى أفكار معينة تسرق إيمانك. السيد المسيح كان في هذه السفينة موجود وياهم، بس هم اللحظة نسوا أن المسيح وياهم، انشغلوا بقى في الصيد وفي السفر وفي قيادة المركب وفي النزهة اللي ماشيين فيها في بحر الجليل، وتناسوا أن المسيح حاضر في وسطهم. عندما ألقوا همهم عليه وسلموه زمام الأمر، صار هدوء في البحر. عشان كده لما بنقول كتير أن الله هو صاحب التدبير، هو الذي يدبر حياتنا بالحقيقة، عيش على هذا، عيش على هذا المفهوم وهذا الإيمان أو هذا الاعتقاد. الله يهتم بنا وينتظر منك أن تطلبه وأن تدعوه وأن تشعر بوجوده في حياتك. طبعا في مثلا بيت من البيوت أو شخص من الأشخاص هو ناسي وجود المسيح في حياته بالأيام وبالشهور، وبعدين بس ساعة ما يجي ضيقة يبتدي يفتكر، وربما حياته ما تكونش حياة نقية أو مقبولة أمام الله، لكن ما زال صوت المسيح لنا جميعا، ما بالكم خائفين، كيف لا إيمان لكم؟ هو أنتم مش عارفين إن أنا ضابط الكل؟ هو أنتم مش عارفين من التاريخ الطويل كيف حفظتكم كل هذه السنين؟ هو أنتم مش عارفين إن النهاردة وبكرة وبعده في يد المسيح، في إيدي؟
المسيح عندما يوجد في الداخل يعطي سلام ويعطي أمان ويعطي طمأنينة، وهو يستمع إلينا. وقصص الإيمان اللي بنعبر عليها أحيانا لما بنصلي في القداس ونقول عن الساكنين في البرية والساكنين فيها بإيمان الله، يصير الإيمان هو زادهم أو هو كل حياتهم. وكل ما تنمو في حياة المحبة يزداد إيمانك أيضا. القديس بولس الرسول يقول لنا الإيمان العامل بالمحبة، ويقول لنا الكتاب لا خوف في المحبة لأن المحبة تطرد الخوف إلى خارج. لا خوف في المحبة، كل ما تحب ربنا كتير كل ما يصير هو محبوبك وهو القريب والأقرب إلى قلبك وهو اعتمادك وهو الساكن جواك وهو الشعور الحي اللي أنت بتكلمه في كل يوم بمشاعرك. كل ما ده يحصل وياك تقدر تقول أن المحبة تطرد الخوف إلى خارج. فمحبتك لشخص المسيح تطلع أي خوف منك فيزداد الإيمان. اعرف كده ان كل ما الإيمان زاد كل ما الخوف قل، والعكس صحيح، لو زادت مخاوفك إيمانك يقل. عشان كده في التقليد الشعبي بتاعنا بنقول عبارة ربنا معاك. فلان صلي لي أقول له ربنا معاك. اوعى تستهين بهذه الكلمات. ربنا معاك معناك زي معاك في السفينة، معاك في مركب حياتك. هو يستطيع أن يسندك، هو يستطيع أن يخرس الأمواج اللي حواليك ويصير البحر كله في هدوء عظيم. العبارة ده هي ربنا معاك، عبارة قوية، واشعر بيها جواك وهو الساكن في قلبك. وفي كل يوم بتقف قدامه تقول له يا رب من فضلك اجعلني أشعر بحضورك في قلبي، واجعلني أحس أنك أنت دايما معايا. وطبعا لما بتطلب أنه يكون وياك لازم أنت تبقى وياه. ومن هنا جه تقليد مهم جدا في الكنيسة، تقليد الصلاة القصيرة أو الصلاة السهمية. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. والتعبير ده، تعبير الصلاة القصيرة ده، هو أقوى تعبير بالذات لما بنكرره مرات عشرات المرات، بيدي لك الانطباع الداخلي أن المسيح وياك. حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. تفضلوا نصلي.